السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هو عن جمع الأسماء. جمع الأسماء ثلاثة أنواع. النوع الأول هو جمع المذكر السالم. ما تعريفه؟ تعريف جمع المذكر السالم هو يدل على ثلاثة أو أكثر من المذكر العاقل. سوف نتناول مجموعة من الأمثلة لتوضيح طريقة الصياغة. جاء المعلم. المعلم في الجملة الأولى هو في محل رفع فاعل. نقوم بتحويل هذا الاسم إلى الجمع. جاء المعلمون، نقوم بزيادة فقط واو ونون مفتوحة. في الجملة الثانية، رأيت المعلمة. كيف نقوم بتحويل هذا الاسم وهو في محل نصب مفعول به؟ لقد قمنا بزيادة ياء ونون مفتوحة إلى نهاية الاسم لأنه في محل نصب مفعول به. الجملة الثالثة، مررت بالمعلم. مررت بالمعلمين. ما التغير الذي طرأ بين الاسم في حالة الإفراد والاسم في حالة الجمع؟ لقد قمنا بإضافة ياء ونون مفتوحة في نهاية الاسم. نستنتج طريقة الصياغة. يصاغ جمع المذكر السالم من المفرد المذكر العاقل بزيادة واو ونون مفتوحة على آخره، كما وجدنا في الجملة الأولى. لقد قمنا بتحويل المعلم إلى المعلمين. نلاحظ هنا في حالة الإفراد كان الاسم ينتهي بضمة. ماذا قمنا بزيادة على الاسم على الجمع؟ ماذا قمنا بزيادة؟ زدنا الواو والنون المفتوحة. لقد قمنا بزيادة واو ونون مفتوحة لأنه في حالة الرفع، لأنه فاعل والفاعل دائما من المرفوعات. في الجملة الثانية، رأيت المعلمة، حركة الاسم في نهايته الفتحة. قمنا بزيادة ياء ونون مفتوحة. أما في الجملة الثالثة، مررت بالمعلم، انتهى الاسم بكسرة، قمنا بزيادة ياء ونون مفتوحة. إذن بزيادة ياء ونون مفتوحة في حالتي النصب والجر. أما في حالة الرفع نقوم بزيادة واو ونون مفتوحة فقط. دمتم بخير، نلتقي في درس جديد من دروس اللغة العربية.